مقطع دو سكرب اجيس نسكر اديك سنوي ما كل لنا علمتنا عن كتابة فارس الناس كل فارس الكتابة وكان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه ربي يود جيس اسمه وصل المسائل قتل جيس انتي زوارن يود المسائل الأربع لله لنا في صورة العصر ما كان المسائل كوزني اللي كان كوز انتي كان العلم العمل به اتاشي سكر بنادم العلم اتاشي سكر بنادم في العلم والسنات تسكرت ايسبر اي اس اي دعو بنادم اس اس يبلغ تي ايمي دنادني تسكست ايسبر وقت اللي كان المسائل الاربع ثم يويد جيس المسائل الثلاث ما كان المسائل الثلاث جات الانواع التوحيد توحيد الالوهيه توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات ثم هو سكر المسائل اللي يسوي يوجد اهميه دراسه التوحيد هان التوحيد اللي كان مهم يكا ضروري بلاد ما مسلمة تسن يدرست يتعلمت تسكرت تسكست المسائل اللي يسوي ترحم ربي يقات الأصول ثلاثة يعني كانت المسائل اللي عن تسخصها على القبر اختالي القرآن خاتمة اسكت الخاتمة رحمة الله عليه وكل اختالي زوان يقات العلم بلاد مخصص زوان أي سن علم يقات فلاس واجب أي سن علم تسنات العمل به أساسي سكار العلم اللي يتعلم أساسي سكار تسكرت دعوته إليه يغيس العلم يذكرت خصت يبلغ يمدن تسكست الصبر على الأذى فيه يغيد عا يبلغ الخيران لا بد مدنة عرض إخصاء إذا إخصت أي صبر وكان خيرة كله توتيد صورة العصر يغينا ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكان الصورة غير العصر غادي ربي تبارك وتعالى المسائل كله لديو الشيخ رحمه ربي وكان ان الشافعي رحمه الله عليه الامام الشافعي رحمه ربي يوجد القول ان لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه الصوره لكفتهم ان رحمه ربي الشافعي هان يغدر زيك ربي ابلد الصوره في مدن اتي تودا هذا افلسنت الحجه وردت الامام الشافعي سنا هو القران كدوري كوزو هو كاين هنا تقول غير الصورة هذه وحدة غادي تكفى تقي الحجة يمدن باش تسن ما تنخصان تعلم داد اساس علم داد درس دعون داد صبر وكان ما كان بنادم يتعلم العلم غادي تتعلم شكون كيف الاسواج باش تتعلم يغتي يتعلم اخصاء اساسي سكار اساسي عمل اخصاصي سكار اخصاصي تبلغ تاتيني مدن يضن يغتي تاني مدن اخصاصي يصبر ما يقال الصبر اخصاصي اي صبر يصبر كاع يونس في المسائل الطاعة اشكر الامام ابن القيم رحمه ربي ان الصبر كاع كراد الاقسام كاع القسم اللي زوان كاع الصبر على طاعة الله حتى تؤدى هن القسم اللي زوان الصبر الصبر ما يصبر في طاعة ربي تبارك وتعالى كيعطي سكر اشكر طاعة ربي ترى الصبر ترى بلا ما درتي بيكس وسيل الاقسام اللي ديننا اللي سيلنا الصبر عن معصيه الله حتى تجتنب بنادم ما يصبر في المحارم ربي المعاصي تنتنو اللي قرب اشكوران تصبر ياك تبين بنادم باش تبين معصيه يخصا الشهوه يخصا يصبر صبر غير باش تنتنو اللي قرب تسكرت الصبر على اقدار الله المؤلمه تسكرت بنادم ما يصبر بلاد ما يتصبر الأقدار اللي فرسق ربي تبارك وتعالى أشكر التشكيل بعد الأقدار شداني وليس دار بلاد أتسن تصبر إذا نخصي حول قيونس يتصبر أي صبر قيونس في الأقدار ربي تبارك وتعالى وكان كل الخيرات يوتي الآية لغين ربي تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يعني قل هذه سبيلي يعني اللي يتدرب بتربيه في الرسول صلى الله عليه وسلم منها الشرع اللي ديو الرسول صلى الله عليه وسلم دغارس اللي ديو الرسول صلى الله عليه وسلم أدعو إليه يعني أساس تبلغ حسن حميد باش هذا وصل ربي تبارك وتعالى باش ربي مدنا ديك من ربي تبارك وتعالى على بصيرة البصيرة قد العلم قد العلم وكان العلم يخصي من البيض أي علم الشرع ربي تبارك وتعالى بعد ما يعلم سوى اللي لا يبلغ خصص الحال من ما يعلم صغارس لرئيس المقصود وكان كل الخيرة التي تتوي الآيات لغنى ربي تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا